بالبيت زهرة يا قلوب وهب البيت زهرة بالحرم وصل لكل المؤمنين فطر الصايم ولك مثل أجرة فطر الصايم ولك مثل أجرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعيدها ونكررها في كل يوم، يا مرحبا ويا مسهلا ويا مقربة بأخواني وأحبابي، آبائي وأمهاتي، إخواني وأخواتي، بناتي وأبنائي، حياكم الله في برنامجكم الروشن 27 وفي فقرتكم سدرة، ومع محبكم ياسر القحطاني. يتجدد بنا اللقاء في هذا اليوم وفي هذا الشهر، الشهر الذي أزف على الرحيل. نعم، شهر تغيرت فيه معالم الكون، فتحت فيه أبواب الجنان، وغلقت فيه أبواب النيران، وصفدت المردة من الشياطين، وقيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نعم، فيها ليلة خير من ألف شهر، أسأل الله أن يبلغني وإياكم القيامة فيها. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا والله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو جبريل، ولم يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل حينما قال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار، إلا للفضائل التي موجودة في هذا الشهر الفضيل. باقي أيام، ونكرر ما ذهب فقد ذهب، وما بقي والله إنه أغلى من الذهب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. حياكم الله في الروشن 27 في هذا اليوم، يوم جميل، يوم من الأيام الوترية، ولكن مضت ليلة 27، هل باقي أيام قد تكون فيها ليلة القدر؟ نعم، هي الليالي الوترية، لا نعلم متى هي، فكل الأيام نعمل فيها. أيها الأحباب وأيها الإخوان، في هذا اليوم أيضا نرحب بضيفنا الحبيب اللي كثير منكم راسلني على الخاص ويريد أن نستضيفه ونعيد نوره، نعيد بهجته، نعيد استمراريته، روحه الجميلة، ضحكته، مشاركاته، أموره، حتى وافقنا. لم يتردد والله، اتصلت به ووافق مباشرة، كنسل أكثر من موعد، أتى مع زحام مواعيده، لكن محب ومشفق وله رسائل جميلة. أخونا حمد الحمدان، يا مرحبا ويا مسهلا ويا مرحبا. عليكم زود، الله يفقيك طول عمرك، وسعيد بك وبمتابعين قناتنا الجميلة قناة الواقع، وأسأل الله بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الليلة المباركة أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، أن يجعلنا وإياكم في ختام هذا الشهر من الفائزين. آمين آمين. الله يحييك يا حبيبي. أيضا نرحب بنجوم هذه الفقرة ونجوم الأرض، وأسأل الله أن تكون أعمالهم تصعد إلى السماء. آمين. قبلهم، وأن تكون هي سباقة لهم حتى تدخلهم الجنان. آمين. أخونا عبد الله الفريدي، يا مرحبا. أحبك طول عمرك يا شيخ ياسر، أنت ضيفنا العزيز، نحب ونحب صوتك بقراءة القرآن وكلام المقبول. الله يجعلنا وياكم من المقبولين بالدنيا وبالآخرة. يا رب. أخونا فلاح، يلا حية فلاح فراج القرقاح، يا مرحبا. فلاح أحس إن شخص ما يصلح تقول اسمه حام. بالله صح، ايوه، لهذا جبتها كلها مع بعض. يقولون طيب راس عبود. يا مرحبا فيك وضيفنا اللي نحبه ونغليه من قبل لا نشوفه، يعلم الله. الله يجزيك. ايوه، شرفتنا ونورتنا في محلك. الله يسعدك. الله يرحمك، نور حياتك من يسمع. واخونا خلف القحطاني، يلا حي. يا شيخ نفس الشيء يا شيخ ياسر، لازم 17 ولا 37 ألف كلمة قبل. ترى الشر لما يقول قول قبل تقول خلف. لازم نقول كثير. يستاهل. نعرف خلف القحطاني، في غيره؟ ها؟ لا خلف. هذا في غيرها الشاعر الشاعر الفذ الكريم الرجال. لا في حاجه يحب الشيخ ياسر في حاجه مهمه يا شيخ ياسر سم. في حاجه قبل هذا، الطيب اللي بني عمه يحبونه. مرحبا، انا راح يلا حي اخي خالد. الله يبقيك. الشاعر صاحب الابيات الجميله اللي صراحه يتذوق الشعر. يا رب يطول. الله يحييك يا حبيبي. والديك يا مرحبا والله ما شاء الله. كذا كويس كذا تمام زي ما يقولون. الله يسعدك. الله يسعدك. روح المكان وبهجته بوجودكم. الله يسعدك طول عمرك. الله يحييك. لا والله كل منهم ما شاء الله
علم في رأس في رأسه نور. أنا شفتي والله. صح كذا ما نخط. علم في رأسه على رأسه نار. على رأسه نار. أو نار على رأسها علم. الله يحييكم جميعا يا أحبابي، وإحنا في هذا اليوم الجميل ومع ضيفنا ومع الأجواء الجميلة، وقبل أن ينقضي رمضان ومع رائحة العود الله يطيبك من الفردوس والديك وصاحب الطيب ما يستغرب منه الطيب. الله يكرم. خل لا سهل. الله يطول عمرك. الله يرفع قدرك في قدرك. الله يكرمك قدركم جميعا ومن يسمعنا. الله يكرمك يا حبيبي. شيخ حمد، أولا نذكر إخواننا بالحسابات اللي سوف تظهر على الشاشة لمشروع استدامة. هذا المشروع هو إفطار الصائمين في بلد الحرام في مكة، وضيوف الله سبحانه وتعالى، ضيوف الرحمن. حينما تكرم ضيف الرحمن، الله يكرمك، حينما تكرم ضيف الرحمن فهذا فضل عظيم. فحينما يكون مسافر دعوة مستجابة، وصائم لصائم دعوتان، للصائم فرحتان عند فطره وعند لقاء ربه. وقد يكون يفطر ثم يمضي إلى العمرة، فهنيئا لك حينما يتقوى على الطاعة، وهنيئا لك لمن بدل وقرأ. والمعتكفين كثير يفطرون مما تمد أيديكم بكرم وجود الله سبحانه وتعالى الذي أنعمه علينا وعليكم. الله يكرمك، أنعمه عليكم وعلينا. فنذكر بالحسابات ونذكر بالكاشات، عندك فريق تريد تدعمه، الكاشات موجودة، النقاط لهم، والأجر والإحتساب والإفطار لك ولمن نويت، أو مباشر على الحساب موجود اللي يظهر أمام الشاشة. وأيضا أتمنى من الأحبة وضع رقم للاتصال لمن أراد أن يتواصل، لمن أراد أن يشارك، لمن أراد أن يعطينا مشاعره في هذا اليوم الجميل. وقبل انقضاء هذه الحلقات، فباقي هذه الحلقة وغدا ثم ننقضي، ولكن نتقابل نحن وأنتم في برامج مقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخوي حمد، ما بقول انقضى رمضان، ولكن شارف على الرحيل. وبالأمس كانت ليلة جميلة، لأن الكثير منا يظن بأنها ليلة القدر، متيقنين بأنها ليلة وترية. وقد يكون أيضا إلى الآن لم ننل الوقوف في هذه الليلة، لأنه باقي ليلة وترية أخرى اللي هي غدا إن شاء الله. ماذا بعد ليلة 27؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما مضى من رمضان مليئا بمغفرة الذنوب، ويجعل ما بقي من شهر رمضان فرصة لنتقرب من ربنا أكثر، ولنزيد في طاعتنا وعبادتنا وقربنا من ربنا عز وجل. انتهت ليلة 27، لكن ما انتهى رمضان. ليلة 27 كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم بالله أنها ليلة 27، لكن العلماء المحققين في هذا الزمان، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومن تبعهم من العلماء، يقولون أن ليلة 27 متنقلة، فتارة تكون في ليلة 21، وتارة في 23، وتارة تكون في 25، وتارة في 29. فلا، ما في أحد يجزم ولا يقطع أن ليلة 27 هي ليلة القدر. ترى ممكن تكون ليلة القدر هي هذه الليلة، وممكن تكون غدا. فلم تنتهي العبادة بانتهاء ليلة 27. لما نشاهد حالنا في المساجد وحال الناس في عمل الخير، بعد 27 الناس يضعفون في العبادة ويقل العبادة عندهم، وهذا خطأ. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من رمضان، الله سبحانه وتعالى في كل ليلة يعتق عددا من خلقه من النار. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. وأحبابنا يا مرحبا، أرحب، هلا يلا، هلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. يلا الشيخ بدر حبيبي، الله يحبك يرفع قدرك. الله يسهل امورك. سلام ورحمه الله، يا مرحبا. فالله سبحانه وتعالى في كل ليله يعتق اناس من النار. وش معنى ان الله يعتقك من النار؟ ممكن تجاوبوني وش معنى ان الله سبحانه ان الله سبحانه وتعالى يمسح اسمك من قائمه الناس اللي بيدخلون النار؟ الله يجعلني واياكم ووالدينا واحبابنا من اعتقائه من النار. ففي كل ليله يعتق الله عدد من الناس من النار. في اخر ليله من رمضان، اخر ليله من رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى من النار بعدد ما أعتق في جميع الشهر، في جميع ليالي الشهر.
فمن قصر في العشر الأولى عنده فرصة في العشر الوسطى، من قصر في العشر الوسطى عنده فرصة في العشر الأخيرة. اللي قصر حتى في العشر الأخيرة باقي ثلاث ليالي أو ليلتين، فرصة أن الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يجدد توبته لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يعني أنا اللي تواصل مع الشباب والشابات وجلوس مع الناس وخروج مع الناس ومقابلة للناس، كثير من الناس يعاني من ذنب ملازم له. جميل. أي ذنب من الذنوب، أي ذنب، فرصة أنه في هذه الليلة تترك هذا الذنب لله عز وجل. ليه؟ لأن من ترك شيئا لله عوضه الله مثله خيرا منه. أي شيء تتركه لله سبحانه وتعالى أقسم بالله أن يعوضك ربي خيرا منه. ثم أنت لما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتجدد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى في أي أمر من الأمور، تضمن بإذن الله سبحانه وتعالى أنك إن شاء الله سبحانه وتعالى وبكرم الله وبجود الله أنك تكون ممن يدخلون في العتق في آخر ليلة من النار. يا الله. في أبيات جميلة أنا أحب أن أقولها سبحان الله في آخر رمضان، يقول: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان. والله إن رمضان وآخر رمضان، أنا أتكلم الآن في آخر رمضان، قصرت أذنبت أذنبتي عندك ذنب ملازم لك، عندك مشكلة، عندك هم، عندك غم، ما زالت الفرصة متاحة. لماذا سمي رمضان برمضان يا شيخ ياسر؟ ولهون الأخواني ليش سمي رمضان برمضان؟ قال العلماء من دقيقة خلهم يجاوبون يا شيخ، ناخذ الإجابات من الحاضرين. ليش سمى ليش سمي رمضان برمضان؟ ليه؟ جيب كذا جاوب، عطني إجابة من عندك. رمضان ليش سمي برمضان؟ أي نعم. أنا ما عندي إجابة يعني حاليا، لكن كذا كذا هل هي هل سؤال بس، هل هي مأخوذة من الاسم، مأخوذ من الشهر كمعنى؟ مأخوذ من شيء، مأخوذ من شيء يدل على شهر رمضان. هو تراك وحول الرمضة مثلا. يا سلام عليك. جميل. الرمضة وش تسوي؟ أنا الرمضة اللي هي يعني فيها عطش أو وش الرمضة أول شيء؟ يمكن بعض المتابعين ما يعرف وش الرمضة، ودنا نعرف وش الرمضة. الرمضة اللي هي كيف اشرحها لهم؟ مثل ما تقول رمل، او الرمل متى؟ اول الصحراء في الصحراء في شدة الحر، الحار في عز درجات الحرارة. صحيح. في يعني ان عندنا في مناطقنا درجة الحرارة تصل عندنا كم؟ 50 هذا. وشوف ايه في الظل، درجة الحرارة تقاس في الظل. صحيح. طيب في الشمس ضعف أكثر. ايه؟ ضعف. ممكن انت لو مشيت على الرمضة سواء في رمل او في ارض يعني صحراوية، ممكن الله يعزكم يعني تحفى رجلك تحترق من تحت من شدة الحرارة. صحيح. فسمي رمضان برمضان ليش؟ عشان تشبيها بالرمضة مثلا. بالرمضة قال العلماء لأنه يرمض الذنوب والمعاصي. الله. أي يحرقها حرقا. الله أكبر. والله العظيم أنا أوجه رسالة من خلال هذا المنبر العظيم، مقصر، مذنب، مقصر في صلاة، في بر والدين، في عندك معصية من معاصي، والله فرصة الآن أعلنها توبة لله سبحانه وتعالى. والجميل مع الله سبحانه وتعالى أنك ما تحتاج تقول أنا تايب يا جماعة أنا تبت، لا لا لا، قرار داخلي تتخذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تعلن توبتك لله سبحانه وتعالى، يقبلك الله سبحانه وتعالى على ما كان منك من الذنوب والمعاصي. طيب. أسأل الله أن يقبلنا وإياكم. اللهم آمين. بما أننا في هذا الكلام وحاول أن ندندن، أولا في مبادرة جميلة مع أخونا عبد الله الفريدي طبعا يتكلم عنها، هذه المبادرة هي لأخونا من عبد الله الفريدي جايبها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بما أننا حنا شهر رحمة وشهر يعني حب وود ومقبلين على عيد، فمن الشيء ها كويس ايش دعوه محترف يا اسد فلاح فيك، فمثل هالاجواء الروحانيه الرمضانيه ومقبل على عيد تزين الهدايا يعني يصير لها طعم اكثر من اي وقت. اي والله صحيح. هذا احنا جيتنا هديه يعني، بس للاسف الشخص اللي مهداه له ما هو بموجود.
قربوا الكاميرا بالله. تواصلوا معي فريق دعمه وقالوا لازم اني اقدم الهديه هالحين، هو ما راح يجي، فودي بما اني انا وابو فراج وخلف موجودين نوقف ونقدمها بالنيابه عن جمهوره له، واحنا نحتفل احنا وياكم بها. طيب الله يجزيك ان شاء الله. قرب خلف. طبعا بنتكلم احنا بما يعني من المجموعه، الهديه مقدمه اذا قرب الكاميرا مقدم من جروب دعم الشخص هذا. أيوة. المعروف عنه، المعروف عنه واحد الشيء هذا 3-2-1 الطيب اللي بن يا عم يستاهل. اديت الامانه، يستاهل 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 اكتمل انجازا جديدا ورقما صعب يسجل باسمك. نبارك وصول تاجك 600 مليون مشاهده ووصولك الى 92 متابعه بالتيك توك، شاهدين لك لا عليك، وتاكد ان معك بكل خطوه تخطيها، وشعور الفخر فيك لا يوصف من مشرفاتك رهيف ووفاء ونونه وغلا. الله يبيض وجيهكم، يستاهل، بيض الله وجيهكم، والله يجعلني عند حسن ظنكم، ويعلم الله انكم ما قصرتوا، وشكرا شكرا شكرا لكم. يستاهل يستاهل في الله. شكرا للجميع، شكرا على اهل المبادره هذه، فريق خلف، شكرا لاخوي عبد الله دائما يبادر في مثل هذه، يعني في اكثر من حلقه كانت مبادراتها جميله، ودائما احس انه كانه الاب لهم كلهم، لان كل كل مجموعات يروحوا الاب الروح للروح، لازم بكل نسخه الاب الروح صحيح. بما ان عمره 46 فالاب الروح الله يطول عمرك. بس انا اقول من عدم احترافيه صراحه، بما اني الاب الروحي لازم اعاقب ابنائي. ولدي قاعد يستخدم الجوال اثناء الحلقه، وهذا لا ابحث عن معنى رمضان. هذا هذا لا والله الشباب كلهم فيهم الخير والبركه، وانا مجرد اني اديت امانه، وصوني واستلمت الهديه وصلتها الخلف، وخلف يستاهل كل خير. الله يبارك. ولو ما هو بناجح ولو ما هو بكفو، ما حد حبه ولا حد يدعمه ولا حد حرص انه يشاركه هالنجاح. صحيح. الله يطول عمرك. يعلم الله ان الهديه هذه تعني لي الشيء الكثير. تستاهل الهديه، ليست بقيمتها. وقروب الدعم اكلهم الكثير من الوفاء، بلا عندهم خوات، خوات المشرفات اللي دي الله يبيض وجيههم. ما قصروا والله من بدايه، من ايام التصفيات الى يومك هذا، والهديه تعني لي الشيء الكثير. وزاد غلا الهديه عندي يوم قدمها اخوي عبد الله، وجنبه اخوي فلاح، وبحضوركم الله يطول اعماركم. من الشرف. الارض مش سيعان. الله يسعدك. الله يسعدك. والله تستاهل. اولا فانت تستاهل، وكل واحد يقدم له طبعا جمهوره فاكيد انه يستاهل. وانا اتشرف دائما صراحه ان اغلبها تكون في فقرتي، لانه شرف لي من زود المحبه. أيوة. اللي في 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 فقرتك يعني. الله يسعدك يا حبيبي. السلام. الله يحفظك. والله انه شرف لي. اي والله ابو عبد الله، هذا كلامك يدل على طيب قلبك. انا اتكلم صدق. اول شيء خلف يستاهل هديه. والله يستاهل. والارقام اللي حققها هي اللي تفخر بها، ما هو اللي يفخر بها. ما شاء الله. اما انت يا شيخنا، هذا دليل على تواضعك وطيبه قلبك، لان ما هو بكل مقدم بيسمح انه تاخذ جزء من فقرته بتقديم هديه خاصه. فبيض الله وجهك. وجهك يا حبيبي. عن اخوياي كل ابوهم. الله يستر امرك. لا والله وجهكم، بالعكس الفقره كلها حلالكم لو تبغونها كلها. الله يرفع قدرك. اي والله في هذه وفي ذي. الله يستر امرك، يفتح عليكم. طيب خليني اوجه لكم سؤال كذا ثم نعود لضيفنا. ماذا بعد ليله 27؟ ايش اكيد انه في اشياء تفكر فيها، او خلينا نتكلم حتى بعد رمضان. ايش فلاح يخطط؟ طيب رمضان علهم رمضان. لا 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 ما بتاخذ ذاك، ما ادري ترى من امس جاي تهديد، من امس كل واحد يقول اسلم. مشكلتي اني ارتاح لهم مواجد الشباب. اسلم ابو عبد الله اوليه من الربع. رمضان انا قريت مره من المرات عند سبحان الله، شوف اكثر العلماء اللي في الغرب دراساتهم وتطورهم اللي توهم يستنتجون السنين هذه، تلقى الإسلام مطبقه بطريقة سلسة من قبلهم بأضعاف السنوات. في عالم من علماء أتوقع ما أدري وش نسيته، لكن في الغرب هو أكتشف، هو أول من أكتشف أن الإنسان يقدر أنه
يبتعد عن عادة سيئة إذا التزم على الابتعاد عنها ب 27 يوم. 27 يوم تلتزم على أنك مثلا دخان ما تدخن 27 يوم بإذن الله أن يأتك الله منه. يعني بفطرة الإنسان. تسمح لي بس أعطيك آخر دراسة في هالموضوع. آخر دراسة. آخر دراسة تقول 19 يوم أي عادة سيئة تستطيع القضاء عليها تماما بعد 19 يوم. هذه أحدث دراسة. ما شاء الله تبارك. أي نعم. أنا لو إني داري ما تكلمت. لا لا بالعكس بس أنا أعطيك أحدث معلومة. بالعكس أنت أعطيتها معلومة جميلة. على ما قال الشيخ أول شيء يعني دراسات كل مالها. هي كانت 27. 27 فالحين 19 يوم تقدر إنك تبتعد عن أي أمر سيء أو عادة سيئة تسويها. إذا جينا وقلنا رمضان 30 يوم أو 29 يوم وغالباً أن رمضان كله بونا نبتعد عن العادات السيئة اللي نسويها صحيح. لا لفظاً أو عادات سيئة نسويها حركياً صحيح. فمجرد أنك بتعتمد أنك تبتعد عن عادة سيئة حتى لو لفظ عادة سيئة وتنوينها لله أول شيء ثم بعدها أنك تبتعد عنها حتى بعد رمضان هذه تراها بتسهل عليك كثير. أنا شخصياً فيها الفاظ يعني نقولها دارجة بيننا وبين الشباب ما هي بزينة ومن كثر ما نقولها بيننا وبين الشباب صارت تطلع أحيانا تج فينا على ما يقولون لا شعوريا إيه مثل أقل هل الله لا يبانا اللعن أي سلام الله يلعنك فحاولت أني أبتعد عنها حاولت أني أنفيها من قاموسي يا سلام. اللعن هذا بشتى أنواع حتى الله يلعن بليسك بليس بيحاسبها الله سلام. فاللعن بشكل كامل حاولت أني أبتعد عنه والله لك الحمد إن شاء الله أني قدرت بإذن الله أني مؤمن أني بعد رمضان بكون قادر على أني أبتعد عنه طول حياتي بإذن الله سبحانه. هذا هدف من أهدافي. موضوع أخوي ملاح قال سبحان الله الإسلام سابق الغرب وعلمائهم ودراساتهم وأشياء وادب يمكن في أواخر هذا الجيل أكتشفوا اكتشاف هم يقولون اكتشاف وطلعوا فيه وإنهم جابوا إنجاز عظيم يوم اكتشفوا حللوا النملة واكتشفوا فيها نسبة قزاز ايه وطلعوا باكتشاف ردوا عليهم علماء المسلمين قالوا هذا ندريبه من 1400 سنه قالوا كيف تدرون جابوا الايه يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده النمله تقول لا يحطمنكم اللي تحطموش هو القزاز سبحان الله هذا من اعجاز القران اعجاز دين ما شاء الله. طيب خلف الحين قال لنا يعني فلاح واعطانا ماذا بعد ليلة 27 أو خلينا نتكلم ماذا بعد رمضان. خلف أكيد أنه في بداية رمضان شخص وفي نهاية رمضان بيكون شخص آخر تماما. أول شيء فلاح ترى ما جاوب رغم من الجواب لا بالعكس ما جاوب أعطانا عادة وهرب هدف منها كل هدف عادتك عادة هدف يسويها يعني يا سلام. بعدين التغير يتغير الإنسان بعد رمضان أنت يعني تغيرت يا خلاص يتغير يا إيجابا أو سلبا أنا أعتقد خلاص سلبا بيتغير لا إن شاء الله لا هذا من سوء الظن في أخوك المسلم صحيح نعم وهذا لا يجوز يا أخوي فلاح مع حضرة أخوانا المشايخ الله يرضى قدرك مع الأشياء اللي امتنعت عنها في رمضان المفروض تمتنع عن هذا الشغلة بعد حاولت لكن معك ما قدرت بالأخير بنخليكم تحاورون شعريا كل هذا يعطي الثاني بعد ليلة 27 ليس يقينا أنها هي ليلة القدر يمكن ليلة القدر الأيام الفردية هالجاية ممكن غدا نعم ومخطي اللي بيشوف أنه ما يجتهد إلا في ليلة 27 أو ما إذا تعدت ليلة 27 خلاص ما عاد اجتهد لا إلا كمل جميلك وأنت اجتهدت إذا ما صدفت ليلة 27 فأنت صدفت الأجر في الليالي الفضيلة قمت قيام الليل يعني ما أنت بالخسران أبدا الله يجزاك وياكم اللهم آمين. طيب أعطيكم لفتة جميلة للمشاهدين والمشاهدات وأيضا لكم جميعا الآن هل انتهى رمضان؟ لا كم باقي؟ ثلاث يومين أو ثلاثة يومين أو ثلاثة ممتاز. طيب الآن لو جاءنا شخص الآن لم يصم رمضان كامل ويمكن ما صلى رمضان كامل معي باقي أربع أيام جاء قال أنا أبغى أصوم ثلاث أيام إيش بنقول له؟ نقول له شد حياتك بتوبة النصوح وصل يقول الله سبحانه ولا تقنطوا من رحمة الله. طيب توبة بابها مفتوح بس إنه ما صلى الأيام اللي راح التوبة بابها مفتوح يتوب لله توبة النصوحة ويقضي الأيام اللي عليه. طيب يصدق بالتوبة مع الله سبحانه
ولعله من رحمة الله الله سبحانه رحيما بعباده انصدم ليلة القدر ما يعلم يمكن الله يغفر له ذنوبه ويحطها كلها وتصير ذنوبه حسنات انصدم لازم قطوة. لازم يقوم ليلة القدر شيخ لازم يصادف ليلة القدر ما هو بلازم لا ان سيئاته تصير حسنات ما هو بشرط انها صادف ليلة القدر طيب. لكن اضعافا مضاعفة انصدف ليلة القدر الله اكبر وليلة طيب. القدر خير من ألف شهر يا سلام طيب. انصدف ليلة القدر انعم اظن فلاح بيخالفك أنا خالفه لو الموضوع ما هو ديني والله أنه خالفه شوف لنا في النبي صلى الله عليه وسلم مثل وعبرة يوم أتوقع ما أدري هو عمه ولا من هو اللي توفى وكانوا يحاول أنه ينطق الشهادة عم لا يحاول أنه ينطق الشهادة عشان أخذ حجة عند الله وهو ما هو فقط أنه ما صام أيام عمره كامل ما هو مسلم صحيح يحاول انه ينطق الشهاده عشان ان شاء الله يشفع لنا ايش يدخل الجنه فما بالك بواحد مسلم لكنه كان يعني ما هو على طريق الهدايه ويقول طيب بعضهم ويقول الشهاده موقنا بها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يا اخي فرعون يا اخي فرعون اللي ادعى الالوهيه ادعى انه رب اسرف في العباد كذب المعجزات كذب النبي تعالى على الله سبحانه قال انا ربكم الله عزيز الجلال يقول انا ربكم الاعلى يوم اغرقه ربي كان جبريل عليه السلام يحذي فمه الرمل خاف ان ينطق الشهاده ويغفر له الله هو فرعون شوف من عظم رحمه الله ووسع رحمته الله يقول خاف ان ربي يغفر لفرعون بالشهاده يقول لعله يقول كلمه يرحمه الله بها الله هذه من رحمه الله سبحانه وتعالى لكن اسمع طيب الان انت يا فلاح واخوي خلف انتوا تتكلمون طيب احنا نتكلم عن شخص ما يصلي يعني هل تنفع لا اله الا الله توب لله توبه النصوحه لا 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 قبل الى الان ما تاب الى الان ما تاب لا ما هل تنفع ما تاب لا لان العهد الذي بينه وبينهم الصلاه ما تركها عمود الدين طيب انا اشوف يمكن عبد الله جاي منك سمع الحوار ويبغى يخالفكم في المساله قبل يا شيخ نطلع من الموضوع عشان ما اضيع السؤال يا شيخ فيه بعض الشباب يتهاون في الصوم ولا يدري بكبر ذنب من يفطر بدون عذر في نهار رمضان صحيح وقد يتصنع على اعذار لنفسه يقول انا عطشت انا جعت وش الصيام اللي بجوع عطش صحيح يا شيخ عطنا حديث ذنب من افطر في نهار رمضان متعمدا ما له عذر هذه بنعود بها عند شيخ حمد ولكن خلينا نشوف اخوي عبد الله احنا نتكلم احنا والشباب الان قلنا ماذا بعد ليله 27 ثم الآن بقي ثلاثة أيام تقريبا طيب في ناس كثير ما يصلي جيد وممكن ترى يصوم يعني عن الطعام والشرب لكنه ما يصلي يصوم عشان يرقد متأكد بس إيه وبعضهم لا هذه ولا تلك جيد الآن هذا لو جاء قال أبغى أصوم اليوم أبغى أبدأ من اليوم إيش تقول يعني هذا ينطق الشهادتين بس ما يعمل فيه كلام اسمي مسلم فقط أنا بس بسألك سؤال هل هذا ينعت بالكافر ما كان يصلي؟ ما يصلي ولا يصوم. جاوب أنت. الآن الآن. لا اسمع يا شيخ. الآن خلنا من هذه المسألة. هو العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. ممتاز. هذا لو جاء الآن الحين جاء قال يا أخي طيب أنا أبغى أصوم بقي يوم لو بقي يوم. قال أبغى أصوم. ليش بنقول له إحنا؟ لا أنا بالنسبة لي وجهة نظري بما أنه ما يصلي ولا يصوم وهذا له مسألة ثانية أتوقع أنا لكن رأيي بالموضوع الله ما يرد أحد. يعني هذا كأنه جاي يسلم بما أنه قرر أنه يصلي ويصوم فهو كأنه كان عرف خطأ طيب اتركنا أنه ما كان يصلي لكن ما يصوم برضو هذا تارك ركن من أركان الإسلام وأدرك وحس بخطأ وجاء بعد الفترة هذه يمكن سمع كلمة أثرت فيه يمكن شاف موقف أثر فيه فمجرد أنه جاء أكيد أنه لازم يتوب يحسن توبته والله ما رح يرد أحد وأنتم ذكرتم أمثال كثير فهو محسوب علينا من المسلمين إن شاء الله ينطق الشهادتين ويصلي وما صام ممكن انه ضال ممكن انه طايح بشله ما هي بزينه ممكن انه لقى شيء ابعد عن هالطريق طيب لكن بما انه حاول الرجوع طيب يعني هذا شيء طيب الى الان هو ما حاول الرجوع وش توجه له كلام انا اقول اغتنم الفرصه بما انك انت شخص احسست في خطاك واحسست في ذنبك الله سبحانه وتعالى ما يرد احد والله سبحانه وتعالى غفور رحيم فانت اذنبت كل الموجودين الحين كلنا مقر وانت قبلنا مقر بذنبك انت ما جيت تقول انا بصوم وانا بدرك الليلتين او اليومين هذه الا انك فعلا اعترفت بخطأ فلازم تتوب وتستغفر لذنبك وتحسن توبك وممكن هالثلاث ايام اللي انت نويت فيها انك تصوم وانك تصحح اخطائك وانك تتوب عنها ممكن هي سبب دخولك في الجنه
فلا تقول راح 27 يوم، لا قل باقي لي 3 ايام وبديت وبغتنمها، ممكن هالثلاث ايام يعني ما هو قصور بالايام، من رمضان كله خير ورحمه، بس ممكن هالثلاث ايام تكون تغيير مسار لك في حياتك كلها اذا احسنت التعامل معها فعلا ونيتك صادقه لله سبحانه وتعالى. فما اتوقع ان الله بيضيعها وبيرده بيقول وينها ال 27 يوم. طيب اسال الله نكتب اجركم جميعا على هذا الكلام الطيب، ونخلي الجواب بعد ما نشوف التقرير. اعطونا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، أهلا بالأستاذ ياسر والمتسابقين من رحاب البيت العتيق، نجدد الترحيب بكم ونحن في مبادرة جمهور قناة الواقع لتفضيل الصائمين هنا في ساحات الحرم المكي الشريف، بتنفيذ من جمعية استدامة بمنطقة مكة المكرمة المرخصة من لجنة السقاية والرفادة. ولله الحمد من أول يوم رمضان إلى هذا اليوم 27 من شهر رمضان تم تفطير الصائمين ولله الحمد، والمنة هنا في ساحات الحرم المكي الشريف. أسأل الله أن يديم هذه المبادرة أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأنتم مشاهدين الكرام في صحة وعافية وأمن وأمان وحياة سعيدة يا رب العالمين. مشاهدين اليوم بتواجد المتطوعين، وزي ما أنتم شايفين يتم تفطير الصائمين هنا في ساحات الحرم المكي الشريف، وأيضا تشوفوا يعني التعاون الجميل بين رجال الأمن والمتطوعين وكل العاملين هنا في ساحات الحرم المكي الشريف، وأيضا من ضيوف الرحمن. فعلا يعني ضيوف الرحمن اليوم المعتكفين في هذه المنطقة المخصصة لجمعية استدامة يشاركونا توزيع الإفطار وتنظيف المكان، أسأل الله أن يجزاهم خير ويتقبل من الجميع القيام وصالح الأعمال يا رب العالمين. خلونا نشوف تقرير هذا اليوم ومبادراتكم جمهورنا الغالي. مشاهدينا قائمة التبرعات لهذا اليوم سفرة البر من أم مزيد المطيري وأم ظافر والأخت فاطمة آل دريم والأخت عديقة وخادمتها بوسار، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يتقبلها منكم يا رب العالمين. رحمة يا رجين والسعيد اللي اغتنم زهر عمره كبير لكل حاج وما تمر فاض عمره، يا ديار عامرة خير للدين. يا خير وبارك علينا وعلى مليكم وعلى جميع أولادكم وجميع المحسنين، الله يخلصكم العمال، الله يخلصكم العمال، بارك الله فيكم في أولادكم في أشغالكم وفي ما بارك لكم. جزاهم الله وعنا أحسن جزاء من لا يتصور ناس قيمة الواجب ديالها وقيمة بأشغالها. الحمد لله الحمد لله إخواننا السعوديين أحسن ضيوف، أحسن جزاهم الله وعنا خير. وكل فال بأمره مشاهدينا هذه هي الوجبة التي تقدم يوميا في رحاب البيت العتيق لقاصدي بيت الله الحرام بمبادرة كريمة منكم مشاهدينا الكرام.
أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وحياة سعيدة يا أرحم الراحمين. وتقبلوا تحياتي، ونراكم غدا بإذن الله. شكرا أخوي عمار على التقرير الجميل، شكرا على هذه المشاعر الجميلة اللي دائما نعيشها ونحن في أماكننا وقلوبنا عندكم في بلد الله الحرام في مكة، وبين هؤلاء المعتمرين وهؤلاء الصائمين وهؤلاء الذين يرفعون كف الضراعة بين يدي الله سبحانه وتعالى، منهم المعتكفين ومنهم الفقراء ومنهم الأغنياء ومنهم المساكين ومنهم من أقسم على الله لأبره. هنيئا والله لمن بذل في هذا المشروع إفطار الصائمين، باقي يومين تقريبا وينتهي رمضان، كم شخص سوف تفطره؟ كم شخص سوف تقف تعطيه نفقة من مكانك ويقومون فيها الأحبة هناك ويفطرون فيها الصائمون فيدعون لك ويرفعون لك كف؟ والله لن يردهم الله صفرا أبدا، لأن إذا دعا الله سبحانه وتعالى بقلب صادق وجل لن يصل إلى بيت الأحرام ويكون في هذه المشقة ويكون في هذا التعب إلا يريد ما عند الله، لن يترك بيته ويترك أهله ويترك هذه الأماكن كلها ثم يكون في هذا المكان إلا يريد رضا الله، يريد العتق من النيران، يريد الغفران، يريد قيام دعاء صدقة، كل الأعمال يريد يبذلها، يريد التفرغ. بعضهم متفرغ العبادة العشر الأواخر كاملة معتكف هناك. أقسم بالله إني أعرف أناس الآن معتكفين في الحرم وإنها توصل الوجبات وإنهم من الأتقياء الأنقياء، وإننا نأخذ منهم من العلم الكثير، يعني علماء ومشايخ ودعاة موجودين في الأماكن هناك، وتصل إليهم هذا الإفطار يصل إليهم يوميا. فتخيل أن الدعاء يصل لك منهم يوميا، هنيئا والله لمن وصل الدعاء إليه، وهنيئا والله لمن استظل في ظل صدقته يوم القيامة. نشوف تعليق أخونا حمد على هذا الموضوع ثم نعود إلى السؤال اللي درجناه بين الشباب. أنا أقول والله اللي ما أنفق إلى الآن في هذا المشروع العظيم والله محروم، والله محروم. يعني كون يعني ما شاء الله السنة هذه حقيقة في الحرم أعداد كبيرة جدا، فهذا المشروع أحد المشاريع الجميلة الرائدة الرسمية، منصة رسمية أو مؤسسة رسمية أو جمعية رسمية، حساب رسمي يخضع للحوكمة، متابعة حثيثة من المسؤولين، يقدم الوجبة بشكل راقي جدا. وأنا وقفت على جزء من هذه السفر في الحرم، والله العظيم شيء يثلج الصدر. من يأكل من هذه الوجبة؟ يأكل منها الأتقياء الأنقياء الناس الصالحين اللي سجد وركع لله سبحانه وتعالى بعد عمره وبعد جلوس وبعد قراءة قرآن. والله كل ما يعمل من أعمال هذا الرجل الصالح بإذن الله أن لك مثل أجر تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فلو هذا الصائم صلى في يومه ليلة خمس صلوات، قام صلى صلاة التراويح، قرأ شيء كثير من القرآن 10 أجزاء 15 جزء، تصدق، كل ما يكون من أعمال هذا الصائم بإذن الله لك نسخة طبق الأصل في ميزان حسناتك بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول قدموا لأنفسكم، والآن تبقى على رمضان 3 أيام أو يومين، فرصة أن الإنسان المسلم والمسلمة يقدم ما يستطيع، ولا تبخل على نفسك حتى لو بالقليل. بعض الناس يبخل حتى على نفسه يقول 5 ريال أو 10 ريال، ترى هذه عند الله كثيرة، والله ليست بقليلة. فقدم لنفسك أخي الكريم أختي الكريمة، أنفقوا تصدقوا لا تبخل بما آتاك الله سبحانه وتعالى من المال، وأبشر بالخلف من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله يجزاك خير. ولهذا يا أحبة ليس المقصد في هذا الكلام فقط أن أوفق لليلة القدر، هذا فضل عظيم، ولكن هناك فضل أيضا عظيم وهو أن يعتقك الله من النار. الله أكبر. لأن لله عتقاء من النيران في كل ليلة، ثم نأتي إلى آخر ليلة يعتق الله فيها ما لا يعتق في رمضان كامل، يعني كل اللي تراه في رمضان كامل لا يعتق الله سبحانه وتعالى في آخر ليلة.
أضعاف 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 ما لا يعتقه في رمضان كامل. فهنيئا والله لمن نال هذا الأجر، هنيئا والله لمن بذل، هنيئا والله لمن سعى وبذل وترك الشيطان خلفه وأمور الشيطان ثم قدم الصدقة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن هذه تطفئ غضب الرب. لأن لي ولكم دعوة، نريد نرفع له كف وندعو الله سبحانه وتعالى، لأننا نريد أن الله يغفر لنا، نريد دعوات عندنا، نريد الله يجيبنا، نريد أن نستظل في ظل صدقتنا يوم القيامة. وهنيئا والله لمن نال هذا الشرف العظيم حينما تستظل في ظل صدقتك يوم القيامة. 15 ريال، 10 ريال، 100 ريال، 100,000 اللي تنفقه سوف تجده يوم القيامة، يوم في ذاك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المتجر إذا هو جاهز أعطونا إياه، أعطونا. ما شاء الله ما شاء الله، 87% وبإذن الله أن نغلقه، وبإذن الله أن نبدأ من جديد، وبإذن الله أن نختم بأشياء كثيرة. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. نأتي للنقطة اللي تشاورنا فيها مع الأحبة، وهو شخص أسرف على نفسه بالمعاصي، وأتى يوم من الأيام في اليوم أو غدا أو هذه الساعة وأراد أن يقبل على الله ويتوب ويتبدل. الكلام في هذا أنا لي كلام كثير ممكن يطلع من القلب إلى القلب، لكن دعوني أترك الرمح وأعطي القوس لراميها شيخنا الشيخ حمد لعله يوصل رسالة، فإذا لم يتكلم بما في خاطري سنوصل الرسالة، لكني أظن سوف يوفي كافيا بإذن الله. شيخ حمد، شخص أتى، وتعرف أن كثير نسمع وأعرف علم اليقين بأن القصص تتوالى عليك يوميا لمكانتك اللي أنت فيها، ولكن ناس كثير يا شيخ يسرفون المعاصي، بعضهم قانط من رحمة الله، يسمعنا الآن قانط قنوط من رحمة الله، بل بعضهم يقول والله إني حاجز مقعدي من النار، بل بعضهم أي والله إني سمعتهم بأذني هذه، بعضهم قابلت وجه لوجه بيقول والله إني حاجز مقعدي من النار، وبعضهم يعني توقع بأنه في الهلاك، بل يتوقع أنه مهما عمل ومهما عاد ومهما تاب بيحس أنه يلعب على الله، يقول يا أخي أتوب وأرجع وأتوب، نفس المشكلة لكني جالس ألعب على نفسي. اختصر لي يا شيخ الكلام، صراحة عندي كثير. أنا رسالتي سأوجهها لهذا الشخص الذي قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، امرأة أو رجل، سواء أخ أخت صغير كبير عربي غير عربي، أوجه لك رسالة وجهها ملك الملوك، وجهها أرحم الراحمين، وجهها الذي هو أرحم بك من أمك، وجهها الذي أرحم بك من نفسك. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى يوجه هذا الخطاب لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما يصلي طول عمره، لا تقنط من رحمة الله. ما صام رمضان الماضي، ما صام 26 يوم مضت من رمضان، لا تقنط من رحمة الله. عاق لوالديك، لا تقنط من رحمة الله. مسرف مكثر من الذنوب والمعاصي، لا تقنط من رحمة الله. والله العظيم إن أسوأ الناس حالا سواء الرجل أو امرأة الذي يظن أن الله لا يغفر له، والله إن الله يغفر لك، والله إن الله يتوب عليك، والله إن الله يحبك. الآن أعلنها توبة لله عز وجل، وعد إلى الله بقلب صادق بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أقسم بالله أن يغفر الله لك ما كان من ذنوبك، بل إن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائب. يقول صلى الله عليه وسلم عن ذلك التائب الذي تاب وأعلن توبته لله سبحانه وتعالى، لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان على راحلته في أرض فلا أرض ما فيها شيء، كان على راحلته وعليها طعامه وعليها شرابه، عليها الطعام والشراب، هذه هي بيته، هي سيارته،
هي كل ما يملك في هذه الحياة هذا الرجل. ثم أتى هذا الرجل تحت ظل شجرة فعقل ناقته وجلس ليستريح. فلما قام من نومه ونظر بحث عن الناقة فقد هذه الناقة اللي هي سيارته وبيته عليها أكله كل شيء في هذه الناقة وهو على أرض فلاه كالكف. في أرض فلاه زي الكف ما فيه ولا شيء في هذه الأرض لا أكل لا شرب لا غدران ماء ويستطيع أن يراها لو هي قريبة. نعم يعني لو أنها كانت قريبة في المحيط اللي حوله يستطيع أن يلتفت يمين يسار يشوف ناقته لكن الناقة فقدت. فبينما هو في هذه الحالة يتلفت ويبحث لا اتصالات لا أبراج لا أحد ينقذه إلا الله سبحانه وتعالى. فبينما هو كذلك إذا بناقته واقفة عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الفرح أخطأ. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك أيها المسلم أشد من فرح هذا العبد بتوبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حتى لو كانت ذنوبك كثيرة حتى لو كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء حتى لو كانت ذنوبك ملء البحار وملء ما في الأرض والله إن الله يقبلك. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الآن تتخذ قرار صادق لله سبحانه وتعالى يا رب أنا تبت أجدد عهدي بك أجدد علاقتي بك مهما كانت ذنوبك مهما كانت أخطائك أقسم بالله إن الله يقبلك. والله الذي لا إله إلا هو المحروم من حرم نفسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير يعني لما نستعرض في السيرة أحداث وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أناس تابوا وما عبدوا الله سبحانه وتعالى أبدا ومع ذلك دخلوا الجنة وضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا الجنة. كان جوار النبي صلى الله عليه وسلم جار للنبي صلى الله عليه وسلم يهودي يهودي أشد الناس عداوة للمسلمين اليهود. وكان عند هذا اليهودي ابن صغير يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يضع القاذورات والقمامة أجلكم الله عند باب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمرض هذا الصبي ولد اليهودي مرض. فلما مرض هذا اليهودي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليزور هذا الغلام اليهودي غلام ويهودي ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالغلام على ملقى مريض هده المرض فينظر إلى والده فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله. فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى والده فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال أبوه أطع أبا القاسم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فقال لا إله إلا الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة. ترى هذا ما قال لا إله إلا الله ترى هذا كان يؤذي خير الخلق على الأرض ترى هذا كان يهودي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة للمسلمين اليهود ومع ذلك شهد أن لا إله إلا الله وما أثر أنه قام بشيء من العبادات فمات فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والله الذي لا إله إلا هو يا أخي ويا أختي اللي ما صام 26 يوم من رمضان أو 27 يوم من رمضان الآن أعلنها توبة لله سبحانه وتعالى وصم وأعلن النية بينك وبين الله سبحانه وتعالى وصم غدا والله أن يقبلك الله سبحانه وتعالى. أختي اللي ما تصلي أخي اللي ما يصلي الآن أعلنها توبة لله سبحانه وتعالى وابدأ في الصلاة والله الذي لا إله إلا هو إن الله يقبلك بل يحبك بل يفرح بتوبتك. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أنه مر علي يا شيخ ياسر وليهون أخواني مر علي من القصص من الشباب والله ما صاموا لا أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا عاشر يوم ثم قذف الله في قلوبهم الهداية فصاموا وصلوا
والله إنهم الآن يعيشون في أسعد لحظات في حياتهم، أقسم بالله اليوم بعد صلاة الفجر في يوم 27 رمضان، والله الذي لا إله إلا هو، إني كنت واقف عند المسجد ومعي واحد من الشباب في السيارة يقول والله اللهم لك الحمد أخذ عمره في الأسبوع الماضي وأعلن توبته واستمر في الصوم وأقلع عن المخدرات واستمر في صومه في صلاته، اليوم يقول أقسم بالله إني أشعر بسعادة ما مرت علي في حياتي. ليه؟ لأن الله هو اللي ينزل السعادة في قلبك، لأن الله هو اللي يرزقك، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي يسر أمورك يشرع ويشق طريق الخير لك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. من هو؟ الله. الله. والله ما تقرب عبد لله إلا قربه الله. مطرنا بفضل الله ورحمته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم إني أسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي وقت تنزل هذا المطر، أسألك بأسمائك الحسنى، من أراد أن يجدد علاقته مع الله اللهم رده إليك ردا جميلا، اشرح صدره يا رب، يسر أموره يا رب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام افتح له أبواب الخيرات، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أسعد قلبه، اللهم أسعد قلبه، اللهم أسعد قلبه واغفر ذنبه وافتح له أبواب الخير، ارحمه رحمة من رحماتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمه رحمة من رحماتك تيسر بها أموره وتغفر بها ذنوبه وتستر بها عيوبه. اللهم من كان يشاهدنا في هذه الساعة المباركة وهو مهموما أو مغموما أو مديونا، اللهم فرج همومهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقضي ديونهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم ارزقنا وإياهم توبة وعودة وأوبة صادقة إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان يشاهدنا في هذه الساعة المباركة أو له من أقاربه مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لقرابتنا المسلمين أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، توب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل ما بقي من هذا الشهر شاهدا لنا، اللهم اجعله مغفرة لذنوبنا، اللهم اجعله عتقا لنا من النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، من كان مترددا أو مترددة في اتخاذ قرار العودة والأوبة إلى الله، اللهم اشرح صدره ويسر له الهداية وأعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، وجزاك الله خير يا شيخنا. ولكن أريد أيضا من الأشياء اللي لابد أن نعرفها، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه 70 مرة وقيل 100 مرة، وهو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا فيما مضى أصاب ذنبا، فقال يا رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي. قال ربه علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ولا يأخذ بالخطيئة فقد غفرت له. الله أكبر. قال ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، فقال يا رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي. قال ربه علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ولا يأخذ بالخطيئة فقد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر. هذا بعض الناس اللي يقول يا أخي أنا دائما أذنب وأتوب أحس أني ألعب على نفسي. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا الله أكبر فتستغفروا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ليش؟ لأن من أسماء الله الغفار، إذا ما في ناس يذنبون فكيف يغفر؟ صحيح. إيه؟ فكيف يغفر الله سبحانه وتعالى؟ الغفار والغفور والرحمن والرحيم والكريم والأكرم. قال فمكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر، ثم قال يا رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي. قال ربه علم عبدي، هنا الله سبحانه وتعالى يعلم
صدق توبته، يعلم صدق إنابتك، يعلم صدق إقباله، يعلم صدق إن غلبت عليه شقوته، غلب عليه شيطانه، غلبت عليه نفسه لما رأى في السوء، لكنه صادق ونادم ويعود 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 ولم يمل، كما قيل لن يمل الله حتى تمله. فلهذا ما مل العبد، فقال يا رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي. قال ربه، ركز، الله أكبر، علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ولا يأخذ بالخطيئة فليعمل ما شاء فقد غفرت له. الله أكبر. يعني تخيل الله سبحانه وتعالى قد يقول لأحدنا اعمل ما شئت فقد غفرت لك، لكن هذه في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. لما قال وما أدراك لعل الله نظر إلى أهل البيعة الشجرة فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هل وقفهم هذا عن العمل؟ لا، بل كانوا خائفين وجلين. لما سئل أبو بكر رضي الله عنه متى الأمان، قال لو دخلت إحدى قدمي الجنة والأخرى ما دخلت ما منت مكر الله. وكان يبذلون، وكان بعضهم يقول ليتني شعر في جنب فلان، وبعضهم يقول ليتني ذا العصفور يتنقل من شجرة إلى شجرة، وفي الأخير أكون هباء منثورا لا لي ولا علي. بذلوا وجاهدوا مع أنهم من المبشرين بالجنة، ومع هذا الله سبحانه وتعالى يناديني ويناديك فيقول إلا من تاب. أعطنا يا شيخ إلا من تاب وآمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. اللي يحتاج من لوازم التوبة حينما تتوب إلى الله، حتى لو الآن ترى ممكن ما تبلغ صيام غدا، ممكن ما تبلغ صلاة الفجر غدا، لكن يبدل الله سيئاتك لحسنات. تأتي يوم القيامة ما تجد عندك سيئات، وين هي؟ يبدل الله السيئات لحسنات، يصفر الذنوب كلها تروح تمحو، فيرتفع ميزان الحسنات عندك، فتأتي يوم القيامة فإذا بها بتوبة نصوح صادقة يوم من الأيام تبتها إلى الله، فغير الله مجرى حياتك. مو لازم أنك معناه أنك ما صمت رمضان، قد تكون صائم رمضان، قد تكون محافظ على الصلوات، قد تكون، لكن تجدد التوبة وتجدد الإنابة وتجدد الإقبال على الله سبحانه وتعالى يقبلك الله. اسمع، دائما التوبة يلزمنا دائما إلى أعمال صالحة. قال إلا من تاب وآمن، آمن وعمل عملا صالحا، يحتاج إلى استغفار، إلى صدقة، إلى نوافل، إلى صدقات، إلى أشياء فيها إلى الله. حتى يربيها الله. صورت مقطع يا شيخ الحين كلام الشيخ عن التوبة، الحين وحنا بحلقة تكلمت عن التوبة وحطيت رابط الوقف، يعني تب واعمل وقدم، فهمت الفكرة؟ جميل كلامك، ولو قطع الوريد تعليق عليه بسيط، يوم تذكر لنا مدى رحمة الله سبحانه وتعالى اللي لا أنا ولا أنت ولا أحد ممكن يستوعبها، يعني مهما بلغنا من الإدراك أن الله رحمن وغفور ومنان ما رح ندرك الشيء هذا، في أعلى من تخيلنا، هذا هو شيء عظيم جدا. لما تسمع الكلام هذا في بعضهم يقول خلاص أخ، طيب لا صار ربك كريم، ليش ما تعطيه أنت؟ ليش ما تقدم له؟ ليش ما تتوب له؟ ليش ما تصير عبد منيب لله سبحانه وتعالى؟ لما تدري أن الله كل ما أخطيت بيغفر لك، يعني حاول أنك تكون أنت فعلا يعني عبد صالح قاعد تقدم لله سبحانه وتعالى. الحين انت لو يجيك واحد بدوامك كمدير يقول لفلان عندي تاخر خذ راحت، يا اخي انت لو انك اخذت راحتك، والله اني اتكلم جد، انا اسويها في نفسي، ادري اني مضبط هذا ولا لي علاقه ولا يبي منه شيء بيخليني على راحتي، تاخر المره الاولى اسوف بالحاجه الفلانيه ما حد يعاقبني، بس بعدين لما اجلس سبحان الله الراجل الحمد لله، لما اجلس مع نفسي انقد على نفسي، يعني هو عطاني وجه انا اصير قليل ادب، يعني هو عطاني وجه انا اصير بجيح، هو مدير بدوام ولا بشغله معين، فاسعى وجه تلقاني انتظم وانا ضامن اني لو اخطيت خطاي ما هو بمحسوب. فكيف الله سبحانه وتعالى سبحانه اللي يقول لك يا عبدي انا غفور انا رحيم انا رحمن ما تقدم شيء لله سبحانه وتعالى. تكلمت اليوم بسنابي يا شيخ ما ودي اطول عليك عن الخلوه مع الله سبحانه وتعالى، لازم الواحد يكون له خلوه مع الله سبحانه وتعالى يوميا لو خمس دقائق، حاول انك تقدرها وتخليها في وقت مثلا نزول الله سبحانه وتعالى، وقت استجابه،
عشر دقائق تقدر تعرض أخطائك وأعمالك وأشيائك اللي سويتها فيها اليوم ما بي أمس وقبل لا اليوم، تراجعها مدة خمس دقائق تدري أنك على خطأ فتتوب لله سبحانه وتعالى. خلوة هذه تصحي الضمير عندك. أنا أشوف بالنسبة لي وكل ما استشعرت كلام الله سبحانه وتعالى والكلام اللي نقول هذا دخل موضوع الاستشعار عندك، كل ما صرت قريب لله سبحانه وتعالى. مشاركة بسيطة. الله يكتب أجرك ويجزاك خير. وفعلا الخلوات هذه هي هي أصل الثبات على هذا الطريق. الخلوات، الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لما يكون قال حينما يخلو الحبيب مع حبيبه هي أفضل شيء، أفضل شيء في هذه الحياة حينما يخلو الحبيب مع حبيبه. تخيل أنك تخلو بالله سبحانه وتعالى، لأن أجمل شيء في هذه الحياة أن يخلو الحبيب بحبيبه، تبث شكواك لله. الله سبحانه وتعالى لا يريد منا يا أخوي عبد الله ولا أخوي خلف ولا أخوي حمد، ما يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نتكلم بلغة معينة، يبغى اللي في قلبك يخرج صح، يبغاك تتكلم باللي في قلبك بس، بث شكواك لله سبحانه وتعالى. بل اسمع إلى فضل الله وكرمه ومنته سواء للتائب أو غيره. أولا إن الله إذا أحب عبد من يحب؟ يحب التائبين الله ويحب المتطهرين. إذا أحب عبد نادى يا جبريل، جبريل برفرفة أجنحته بستمائة جناح ما بين المشرق والمغرب، غطى بجناح من الأجنحة بطرف جناح قلب قوم لوط عليه السلام، ومع هذا يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. طيب يا الله حبك يكفي، والله إن عندنا يكفي، لكن عنده ما يكفي إذا أرضى يرضي ويرضي ويرضي. انتهى المسألة؟ لا. فينادي جبريل يا أهل السماوات، تخيل أهل السماوات سبع سماوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، سمع لها أطيط، أطت كادت أن تسقط، أطت وحق لها أن تأط. الله ليش؟ قال ما في موضع أربع أصابع، وفي رواية شبر لو ملك ساجد أو قائم أو راكع. الله ومع هذا يأتون يوم القيامة فحينما ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهم يلهمون التسبيح والتهليم التهليل كما نلهم نحن النفس. أيوة. ولا شيء. أيوة. ومع هذا شوف عظم الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تسبع سماوات. لما نأتي إلى وصف السماوات والأراضين شيء عجيب. الكرة الأرضية بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة في فلاة، كان تأخذ خاتم وترميه في الصحراء، والسماء الدنيا بالنسبة للي بعدها كحلقة في فلاة، وكل سماء بالنسبة للي بعدها كحلقة في فلاة. أوصاف عجيبة في الحديث، شيء عجيب. ومع هذا هذه السماوات ما زالت تتوسع. الله. تتوسع هذه السماوات ثم نطويها كطي السجل الكتب يوم القيامة كما بدأنا أول خلق نعيد. هذه السماوات كلها وهذه الملائكة تسمع إلى النداء من جبريل، معناه إنه من عند الله، إن الله يحب فلانا فأحبه. ولهذا أحب حتى حين نجد توبتنا الآن ينزل القبول عليه أهل الأرض. كان أهل السماوات ينظرون إلى النداء فيسمعون بأن من جبريل، يعني أن من الله، إن الله يحب فلانا فأحبه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حب الله وحب الجبريل وحب الملائكة وحب من في الأرض في هذه الساعة. قلوا أمين. اللهم آمين. فينزل الله الرضا له والقبول في الأرض كما قال أخوي عبد، فيحبونك أهل. ما تقابل بعض الأحيان الإنسان يقول والله أني حبيتك يا رجل، يا أخي أنت مقبول ولا ما أعرفك، والله انك مقبول. الله يحفظك. الله يرحمك ولا يهون الشيخ ذا ولا يهون السائل. فياتي بيقول والله اني احبك، والله انك مقبول. يا ليه؟ الله سبحانه وتعالى يرزق المحبه. لكن انظر الى الامر الاخر، من تكبر وتجبر وابى واستكبر نادى الله يا جبريل اني ابغض فلان فابغض، اني ابغض فلانا فابغض، فيبغضه جبريل. فينادي في اهل السماوات يا اهل السماوات ان الله يبغض فلانا فابغض فيبغضه. الناس فيه ما حد يقدر، فلا يقولون. تشوف واحد يقول يا أخي والله ما ارتحت له، يا أخي مع أنه كويس يا أخي ما قبلت هذا الآدمي، ما دخل قلبي. ليه؟ تجد أنه فيه عنده عمل خبيئة. ترى ممكن الخبيئة هذه لو غيرها أحبه الناس، وإذا ما زال عليها لأنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها، لأنه إذا خلى تجبر استخدم هذه الجوارح كلها في الحرام، لأنه إذا خلى بالجوال بدأ يلعب في محارم الله، وبدأ يتهاون في أمور كثيرة، بدأ يدخل في أشياء كثيرة، وتعرفون كبس وكبس وهذه الأشياء كلها، ويدخل في أشياء دنيا حتى إنه ما يفكر لا في عمل، حتى المال اللي يأتي ما يفكر له حلال ولا حرام. ليش؟ لأنه ما هو يدنيا، يفكر في دنيا وينتهي. لكن أسأل الله في هذه الساعة أن يرزقني وإياكم محبة الله. أسأل الله مع هذا المطر ومع هذه الرحمات أن يرزقنا الله وإياكم رحمة من رحماته في هذه الساعة، ويرزقنا وإياكم محبته، وأن يعتقني وإياكم في هذه الساعة من النار
اظن مع هذا الكلام اللي جالس اقوله تبغون تبشرونا بالمتجر باذن الله. بس في استنباط بسيط يا شيخ، اعطونا المتجر ونرجع للاستنباط. عبد الله يبشرونا اكتمل ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. اعطونا تصفير. صفر يا حبيبي صفر. نبدا بسم الله استعن بالله ما شاء الله تبارك الله. اليوم نبدا في متجر 28. اسال الله ان يختم لي ولكم بخير. آمين. الله يجعلها حجاب لكم عن النار. آمين. الله يجعلها لي ولكم ظل. الله لعله من سناب عبد الله قفله، لعله من كلامنا، لعله من كلام خالف قبل شوي، لعله من كلام حمد، لعله من كلامنا يا احبه. وانتم والله الذي لا اله الا هو ان في قلوبكم الحب والرحمه والاقبال على الله ما الله به عليم. اقسم بالله في هذه الساعه اني اعرف شخص انه يتبرع في كل يوم من الأيام في السنة، كان يتبرع وينفق وينفق وينفق، وعنده من الأخطاء وعنده من التقصير وعنده من الأشياء العظيمة ما الله بها عليم، وإنه يتغير حاله تماما بهذه. أقول له يا أخي طيب أنت تصدق مع أنه أنت بعيد عن الله، بالعربي هو ما يصلي، هو ما يصلي، يقول يا أخي أبغى الله يرحمني بهذا، لعل الله يغير حالي. أنا أدري أنها ما بتقبل الآن المال حلال، يقول لكن لعل الله يغير حالي. فغير الله حاله، وكأنها بقصة قطاع الطرق، تذكرها شيخ حمد؟ قطاع الطرق اللي كانوا يسرقون، كل ما مر واحد مسافر ولا شيء سرقوا منه وأخذوا منه الأغراض. يوم من الأيام سرقوا من شخص وكان مسافر وربطوه وخلوه عنده، وهم يأكلون من هذا الأكل، كانوا في النهار، فكان المسؤول عنهم الرئيس جالس فينظر لهم فيسأل هذا يقول ليش ما تأكل معهم؟ قال إني صائم. قال صائم وتسرق وانت رئيس هذول كلهم وأخذتوا مالي وتأكلوا المال وتقول إني صائم؟ قال يا هذا أجعل بيني وبين الله باب لعله يتغير حالي. أو كما قال يقول فوجدته بعد عام أو أكثر، وجده وهو يطوف على الكعبة ويدعو الله ويبكي وقد تغير حاله. فسأله قال يا فلان إيش الوضع اللي أنت فيه؟ قال بذاك الباب. الله بذاك الباب. فلهذا مهما بلغنا نغير. وأقبلوا من أتاني من بعيد أتيته من قريب، ومن طلبني يريد أعطيته فوق المزيد. أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني فوق السماء السابعة، ثم أتيتني لا تشرك بي شيء غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخوي عبد الله كان لك تعليق. لحي أخوي علي الله يحييك. يا مرحبا، أرحب تراحيب الحياة. تفضل يا حبيبي. أهلا وسهلا. تفضل. الله الله ايه حنا شهر خير وشهر مغفرة، الله الله سلام، والناس تبغى الأجر ما تخسره، بفطار صايم خمسة فوق عشرة، يا باقي الخير الكثير الكثير. هلا يا مرحبا يا شيخ ياسر يا سفير الخير، وأكرر مرحبا مليون بالوافي بن حمدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أنت لا فضفور. ترحيب. يا مرحبا. أنا يوم شفتك الإعداد الله يرفع قدرك وأنا رحب. جعل وجهك في الجنة الله يعلي شانك. طيب. جزل وبياتك جزل الله يفيدك. مرحبا. يلا حي الله يعافيك. مساكم خير. يا مرحبا. يلا حي. الله يحييك. هلا عبد الله. يلا حي. الحين صح الله لسانك وبيض الله وجهك. لا فض فوق أخوي علي. سلمت يا أخوي عبد الله. دخول مميز ترحيب وانتم تستاهلون الترحيب. تستاهل الطيب يا حبيبي. بيض الله وجهه ولا يستغرب. اي والله ما هي غريبة. أنا أقول من كلامك قبل شوي تقول الله سبحانه وتعالى يقول الجبريل
وجبريل يرد على الله يقول انت حبيتك. يعني هذا يبين لك انا استنبطت من الشهاده. احنا انا اقول ان حبك يا الله يكفي، ما هو جبريل يرد. انا اقول لك هي المعنى المعنى هو كذا اصلا يستنبط. الله سبحانه وتعالى يكلم جبريل، يعني الله الله سبحان صدق الله في الله. كيف اللطف انه يروح لجبريل يقول له يا جبريل حب فلان ووصف فلان. طب انا لو اني يعني انا صاحب منصب ماني بحاجه الناس اللي تحت. صحيح. انا بقول انا منصبي كذا وانا بتجبر وانا بسوي وانا بحط، بس هذا يبين لك فعلا لطف الله سبحانه وتعالى. هو يقدر ينزل حبه دايركت على العبد هذا وعلى الناس اللي حوله، بس انه قاعد يعطي جبريل منزلته حب فلان، جبريل يعطي اللي تحته منزلته. يعني لما تدري ان الله سبحانه وتعالى بهاللطف كيف انت ما تكون يعني لطيف مع الله سبحانه وتعالى. الله اكبر. فهمت الفكره؟ يعني مثل هالاشياء لما تستنبطها من الكلام تاثر فيك تاخذ فيك. صحيح. يعني احيانا يقول لك شخص كلام كثير، كلمه واحده من كلامه ممكن بس اللي تسمعه هو يكمل كانك معطيه ميوت. الله. هذه تبدا تدق كذا براسك. صحيح. فهذه ممكن هي اللي تغير حياتك، فابحث عنها دائما. والغلط عندنا، عشان اخلي لضيفي الكلام، الغلط عندنا دائما بان نقنط الناس من رحمه الله. انتبه انتبه، زي في الحديث لما قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتآلى علي، فقد غفرت له واحبطت عملك. لا اله الا الله. لا تتآلى على الله، بالعكس ناتي للناس بالرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمه للعالمين، بشر ولا تنفر، فعل الناس برحمه. الناس كلنا مخطئين واحنا اولك، يعني الناس كلنا. الشخص هذا اللي قال لك بعد 28 او اللي انت قلت سالفته، انا بالنسبه لي حبيت والله نتكلم جد. يعني هو جاي الحين بعد 27 يوم ما صام ولا يوم والحين بيصوم، انا حبيته. ليش؟ الله اكبر. لان عنده تأنيب ضمير، حس. صحيح. هو بلاك من اللي ما يحس، اللي يسوي الخطا وتجي تسري على انه شيء عادي. لا انا 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 عندي اخطاء كثير ومقصر بحاجات كثير، بس اني احس فيها. الله. اذا راح مني تأنيب الضمير وكشه الجسم هذه، اذا حد خرج بشيء انا اسويه احس اني ماني انسان. الله. فلما يكون عندك تأنيب ضمير ويكون عندك شيء تحس فيه رجعك لله سبحانه، تروح وترجع مرة ثانية وتحس، معناته أنت مؤمن. الله. لأن من صفات المؤمنين أنه أنبه ضميره عند الخطأ وعند المعصية. الله. فأقول أنا هذا بخير إن شاء الله. مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم متعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخوي عبد الله أنا أقول مقامك ليس هنا، ما شاء الله صوت جميل وعلميه جميله، وان شاء الله نشوفك امام مسجد قريب، وادري انها رغبتك من زمان، واسال الله ان يحققها لك. والله الذي رفع السماء بلا عمد مع هذا المطر، دعوه دعوت الله فيها منذ 13 سنه اجابها الله لي بعد 13 سنه، ورايتها عيانا بيانا، لكني ما كليت ولا مليت. وكم من اناس اعرفهم اللي لا 15 سنه، اللي لا 13 سنه، اللي لا 10 سنوات، اللي لا 5 سنوات، اللي لا 7 سنوات، يدعو وما مل وما كل، حتى رأى الدعوة عيانا بيانا أمامه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم أفضل مما تتمنوا يا رب العالمين. تود تقول شيء؟ لا بس تعليق بسيط بأختم فيه. البيوت الحين، بيتنا وبيتكم، بيت خلف وعلي والشيخ حمد، برمضان كله لها طقوس، يعني أجواء رمضان لها طقوس بالبيت. 26 يوم آخر 3 أيام تغير الطقوس بعد، زي بتكلم عن نفسي أنا، يعني البيت احس فيه روحانيه بشكل ما تتخيل. يعني تشوف احيانا ابوك يصلي ساعه ساعتين ثلاث ساعات، والحمد لله احنا كلنا بيوتنا بيوت دين، بيوت خير. بس لما تجي، يعني انا ما صمت رمضان هذا مع اهلي الشهور اللي راحت والسنين اللي راحت، لما تدخل رمضان بهالثلاث ايام هذه والثلاث ايام الاخيره من رمضان، البيت غير. سبحان الله. فيه طمانينه، هذا يقرا، هذا يصلي، تغير. يعني دخول رمضان فيه طقس، لما تجي تحس ان الناس قاعده تسرع، قاعده تكثر. الله. في خير، قاعدين يزيدون الخير. صحيح. فالمفترض الناس، ولأنك من البداية للنهاية في عبادات، فأنت كم تتنزل عليك الملائكة، كم تحفك أصلا. الآن الآن وإحنا نتكلم بس بمجرد أن نذكر قال الله قال رسوله، تحفنا الملائكة إلى عنان السماء. تخيل في هذا المجلس لما ننتهي يقول قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أسأل الله أن يبدل سيئاتنا وسيئاتكم بالحسنات. حتى لو أتى أحد متأخر زي علي هادي عادي يغفر لله سبحانه وتعالى. لا لا انا اتكلم، أنا أتكلم عند الله، عند الله يغفر جميع الذنوب. حتى لو اتى واحد في اخر المجلس باذن الله لن يقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى. اخونا حمد، اخذنا عليك الكلام والعواطف جياشه مع هذه الامطار، والعبارات تسبق العبارات، ولكن لعلك تعطينا مما اعطاك الله سبحانه وتعالى.
كلامكم كله دورا الله يفتح عليكم. أنا شوف تفتح الجوال وكأنه وصلتك رسالة وكأنك تبغى تقول شيء ويعني. لا أنا بقرأ على أو بأخبركم بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. كم لله من رحمة؟ 100 رحمة. كم لله من رحمة؟ 100. 100 رحمة. شفت المئة رحمة هذه؟ أنزل الله منها رحمة واحدة في الأرض فقط. رحمة واحدة في الأرض. يقول أبو هريرة في الحديث الذي يرويه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في صحيح مسلم، يقول إن لله سبحانه وتعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. شوف هذه الرحمة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله سبحانه وتعالى كم؟ 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. شفت الرحمة اللي تقع من الأم على ولدها لما تشوف واحد صار له حادث أو دهس أو ضرب ورحمته، الوحوش ترحم بعضها، هذه كل هذه المخلوقات تتراحم برحمة واحدة من رحمات الله عز وجل. أقسم بالله إن الله ما جعل 100 رحمة إلا ليرحمنا. يا الله. والله العظيم. الله. المحروم اللي يحرم نفسه من رحمة الله، كيف أنا أدور رحمة الله سبحانه وتعالى؟ اذهب إلى رحمة الله، ابحث عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وين أبحث عنها فيه؟ في الصلاة، في القرآن، في التوبة، في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تحتقر أي عمل، ربما تعمل عمل ترى أنه عادي جدا يرحمك الله سبحانه وتعالى به. كانت فيه مرأة من بني إسرائيل بغي تعرض نفسها للزنا، فمرت من عند بئر وجدت كلب عطشان، هذا الكلب فنزلت في البئر فملأت موقها ماء، أجلكم الله الجزمة الطويلة، فخرجت من البئر وأسقت الكلب. قال في الحديث فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. قسما بالله أنت ما تدري وش العمل اللي يدخلك الجنة. والله يا إخواني يا أخواتي، هو قرار صادق تتخذه داخل قلبك أني يا رب تبت إليك، يا رب أنا عدت إليك، يقبلك الله سبحانه وتعالى. ترى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى جميلة، العلاقة مع الله رائعة، الله ما يفضحك إذا تبت إلى الله، زادك سترا. اللي ساترك وأنت تعصيه بيفضحك وأنت تطيعه؟ والله ما يفضحك يا أحبتي. الحديث حقيقة ذو شجون في هالموضوع، لكن سبحان الله في آية عظيمة في القرآن وكل آيات القرآن عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وعظيم تنزيله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات. أمس ما صليت، اليوم صل يغفر الله لك، بكرة صل يمحو الله سيئاتك. إن في أفضل موسم لغفران الذنوب، والله إحنا في أعظم موسم لغفران الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، حتى لو كنت مقصر في أول رمضان. نعم يشمل كالحديث، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب أنا قصرت في أول الأيام، ما قمت الليل، ما صمت رمضان، الآن ابدأ خلاص اللي فات. هذه سبحان الله العظيم من عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله، يمسح ما قبله، وإن التوبة تجب ما قبله. هو قرار اتخذ لله سبحانه وتعالى. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لكل مسلم ومسلمة. الله سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد أن يتوب عليكم إلا إذا أنت ما تبي التوبة، ما تبي المغفرة، ما تبي الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي، كل أمتي، ما قال لا، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة. أنت بتكون من النوع الثاني، ومن عصاني فقد أبى. بعض الناس يدري إن فيه صلاة، يقدر يقوم يصلي، يقدر ينفق، يقدر يصوم، لكنه حارم نفسه ما راح للرحمة. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم رحمة من الرحمات يصلح بها قلوبنا ويردنا إليه ردا جميلا.
الله يريد أن يتوب عليكم. اسمع الآية بقلبك. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وأن يردنا إليكم وإخواننا المستمعين ردا جميلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، لأن الشياطين مصفدة في هذه الأيام. بس جاهد نفسك اليوم، جاهدي نفسك اليوم وأعلنها لله سبحانه وتعالى، يقبلك الله على ما كان منك. الله يكتب أجرك شيخنا حبيبنا. وعليكم السلام. أرحب. الله يلا حالي. يا مرحبا. الله يهينك مع قدرك طول عمرك إن شاء الله العهد قريب. أهلا. مرحبا. أهلا. مرحبا. الله لا يهينك يا شيخ. خلينا نروح. كيف الحال؟ يرحم والديك. مرحبا يا اخوي ياسر. شلون؟ شلونك طيب؟ حبيب ابو عابد. شلون رجلك؟ الله لا يهينك يا رب على قدرك. الله يحييك يا ابو تخيل. شلونكم؟ يا مرحبا يا ابو تخيل. شلونك طال عمرك؟ لا والله تخلي والله تخلي عنك. ابدا. وشلونكم؟ كيف حالك يا شيخ؟ شلونك طيب؟ معليش اخرني المطر في الغربه ولا والله ودي اجي. معذور الله يطول عمرك يرحم والديك. شلونكم طيب؟ شلونك يا شيخ؟ شلونك طيب يا شيخ؟ خير انت عليكم خير. شلونك ابو عابد؟ شلونك ابو عابد؟ طيبين؟ ابي اتكلم عن موضوع اللي قبل شوي اللي طيب اعطينا لاننا نريد ان نختم فاعطينا. موضوعين بسيطة بس الامراه الزانيه. اعطونا صوته لان مع المطر ترى ما نسمع. اعطونا صوت اخونا علي. بسلم. فيه شخص جاء قدام الله وقال له تبغى تدخل الجنة بشفاعه مني او برحمه مني او من حسناتي؟ قال لا ابغى بحسناتي. بعملك او بعملك؟ قال ودوه النار. هذا من هو؟ ما تعرفونه؟ هذا الرجل هو رجل اتى وقف أمام الله سبحانه وتعالى ويحاسبه الله سبحانه وتعالى، فخيره الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة بأعماله أو برحمة الله سبحانه وتعالى. فهو رجل عابد، رجل عنده من الأعمال الصالحة، لم يعص الله طرفة عين. لم يعص الله طرفة عين. تعرف معنى لم يعص الله طرفة عين؟ يعني كل حياته عبادة. ما عمره هدنا في شيء. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى تدخل الجنة بأعمالك الصالحة أو برحمتي. فقال بل بأعمال الصالح. أدخل عبدي الجنة برحمتي. أي نعم. قال لا بعمل يا رب. قال بعمل يا رب. فقال الله سبحانه وتعالى زنوا نعمة البصر. بس نعمة البصر. فوزنوا نعمة البصر فطارت كل أعماله مقابل نعمة البصر بس. طيب باقي نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة المأكل، المشرب، الحواس، ما جاء الحساب عليها. بس نعمة البصر فطارت صحائفه. فقال يا عبدي أتدخل الجنة برحمتك برحمتي أم بعملك؟ قال لا يا ربي بل برحمتك بل برحمتك. فأدخله الله الجنة برحمته. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لن يدخل الجنة أحدا بعمله. والله لن يدخل الجنة أحدا بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الحديث الآخر إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكلنا ندخل بإذن الله للجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. كنا في مجلس ويحدث علينا شيخ إنه يقول إنك انلهيت في الصلاة ما تقبل، وإن انشغلت في كثر الحركة في الصلاة ما تقبل صلاتك، يعني حط ندير إنه عسر مو بيسر. راح من الشيخ ذا جاء بعد أيام جانا شيخ ثاني وحدث منه من جماعتنا. طبعا الرجال يعني حافظ للدين. قال انك تتوضا وتروح للمسجد وتصلي مثل المسلمين صلاتك عليها نقص، مو بكامله صلاتك عليها نقص. صحيح. يا احركه يا قطاب اصابع اي شيء كان في 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 خلف الصلاه. يقول الله سبحانه وتعالى يقول عبدي اللي توضا وجاء وصلى الصلاه في وقتها مع الجماعه أنا ليش ما أقبل صلاته كاملة؟ يقول أقبل الله صلاته كاملة. يعني يقول جاني بيتي ويصلي أنا ما مخليه يرجع خايب إلا بقبل صلاته كاملة.
قال الدين يسر مو بعسر، ان عسرت الدين قد صعب عليك وثقيل، وان خليته يسر افتراك تمشي في الدين كانك ماشي في على الطريق. هذا كلامك اخوي علي جلست وانت تتكلم ابتسم لموقف واحد. طبعا انت تتكلم بصفه عاميه جدا، يعني بصفه عاديه جدا بتصرف زي ما يقولون، ليس حديثا كذا، عرفت؟ هذا زي احد الزملاء عنده علميه كويسه، والرجل كان يتكلم في احد الموجود واغلبهم شيبان وكذا، قالوا تكلم لنا يعني عطر المجلس. فقال يطالع، هو اول مره ما يتكلم، هو لو تساله يجاوبك، علميته طيبه لكن ما يتحدث، مو متحدث ما يتحدث، يرتبك. المهم يوم طالع كذا ليه كلهم شيبان، قال تدري الاعور في حاره العميان ملك. ان اخطيت ما دروا، خلني اتكلم. المهم جاء يقول بدأت اتكلم عن الجنه، وهو يتكلم عن الجنه ودخل الجو وكذا وابدع، يقول يعني ما شاء الله تبارك الله. حتى انت يوم انتهى ايش قال؟ قال له واحد من الشيبان قال يا شيخ ليش؟ قال في الجنه عصيت. يقول جيت احلها واملها، ان قلت في الجنه ما في عصيت بيقول ما ابغى الجنه، وان قلت فيها كيف اوصف له؟ فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلت اسمع يا والي، قال ايش؟ قال في الجنه جبال من دقيق. ثم يرسل الله عليها مطر ثم يغرقها، ثم يرسل عليها رياح ثم يصوتها ثم يقول اقلط الله يحييك. يقول لما انتهيت يقول شفت الجو عجبني كذا، قلت وازيدك من الشعر البيت يا فلان. قال ايش؟ قال شفت زوجتك فلانه اللي لما تحضر لك الاكل ودك تاكل اصابعك وراها. قالي قال هي زوجتك، هي سيدة الحور وزوجتك في الجنة. قال فلانة قالي قال معي في الجنة، قالي قال أصيح من الدنيا بتلحقني للآخر، لا أبغى الدنيا لا أبغى الجنة. فهذا بيتصرف. شوف يا حبيبي اللي أبغى أقوله لك وأوصل هذه الرسالة، أنه العبادات دائما لها تعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الصلاة وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع المسيء في صلاته لما قال ارجع فصل فإنك لم تصل، وأتى وصلى، ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، وعاد الثالثة ثم قال والله لا والذي بعثك بالحق لا أعلم غير ذلك فعلمني، قال اطمئن واقف، اطمئن راكع، اطمئن ساجد، اطمئنين اللي أضعناها في صلاتنا، فما غيرت صلاتنا عنا شيء، لأن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ندخل إلى الصلاة ونخرج وأحوالنا كما هي. جيد. الصلوات بعض أهل العلم يقول عدد من الحركات، قال بعضهم ثلاثة وقال بعضهم تبطل صلاتك. جيد. مو معنى هذا بأن تشديد في الدين، لا، الصلاة عبادة شعائر. يعني الحين لو مثلا أقول لك أنا في رمضان، وهذا من تيسير، ما إحنا نقول ديننا دين الوسط، ديننا دين يسر، التيسير بأن أخذ بالحدود. الآن رمضان لو أقول يا أخي لا حر أنا بصومها في شوال، نقول ما بيقبل منك. لو نجي في عرفة نقول يا أخي زحام عرفة، أنا اليوم الثاني هم رايحين مزدلفة أنا بوقف في عرفة، نقول لن يقبل منك. هذا هو دين اليسر، بأني أخذ بأحكامه وشعائره. جيد. رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى وإن شملت رحمتنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأعمال حنا عملناها بجهدنا اللي نقدر عليه، اللي وكلنا الله سبحانه وتعالى، وثق ثقة تامة بأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل الآن عبد الله أسأل الله في هذه الساعة أن يشفيه ويعافيه وأن يلبس الصحة والعافية، ونشوفه يا رب العالمين أفضل من أول بكثير، وكل من طلب وكل من قال آمين. أخونا عبد الله، اللهم صل على محمد، دائما بعد الدعاء صلوا على النبي يرتفع الدعاء، اللهم صل. أخونا عبد الله لما ما كان يقدر يقوم يصلي، لو صلى جالس عادي، طيب لو كان يتألم في الجلوس منسدح، طيب لو كان متأدب عادي، كلها لأن الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الدين، بأن نأخذ بالأمور، فلا نتهاون في أمور ونقول لا يا أخي هذا شدد علي أنه في الصلاة يعني عادي لو ألحق الركعة الأخيرة، لكن أنت مثل أفضل، ما أنت مثل الأول. فهذه باختصار يعني تعليقا لأخوي علي، ولا كلام جميل ومرطي أبو هادي. طيب يعني في بعض الأحيان يعني تلقى كلام علي هذا عفوي وجميل، هو جميل ممكن جميل وصل لشريحة كبيرة، صح؟ أنا أذكر دكتور عندنا بالجامعة كان في أستاذ كان شديد معنا شوي، في بروفيسور مصري متواضع جدا، فدخل علينا، كان عندنا مادة اسمها أسس الرياضيات، دخل علينا لقى الدكتور يكلمنا، عرفت اللي يجي عند الطالب هذا ويكلمه بطريقة لينة ويجي عند هذا ويشرح. الدكتور الثاني الأستاذ هذا أعلى منزله من أقل منزله من البروفيسور،
فكان هجومي شوي، فتح علينا الباب قال انت بروفيسور كيف تكلمهم بالطريقه هذا؟ ذولي يعني يستنقص منه يستصغر منه، وسب الدكتور تكلم عليه. فقال الدكتور انا بروفيسور، لو اكلمك كوني بروفيسور وانت استاذ ما فهمت علي، وانت اللي تدرسهم بعد. فانا لما اكلمك انت يا الاستاذ انزل منزلتي، ولما اكلم الطلاب انزل اكثر علشان يتعلم ويوصل. ففي بعض الكلام هو ايش قال علي بالبدايه؟ قال جانا واحد شدد علينا بالكلام، يوم جاء الثاني ذا قبلوا منه. ليش؟ لانه يسر لهم الموضوع. فمثل الكلام العفوي ذا يقبل من شريحه كبيره. بالعكس انا والله تراني مؤيد الكلام كله جميل، لكنه اللي احب ابينه وبينت هذه الرساله انه برضو احنا ما نتهاون في من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولكن الاسلوب جميل. فذكرني بالموقف اللي ذكرته لكم، عرفت؟ ولا اسلوب دائما بعض الناس اصلا عندنا ابائنا، ولا قاطع هرجك عشان اعطيك المجال، ابائنا يا اخي بعض ابائنا وامهاتنا اميين لا يقرون ولا يكتبون، صحيح؟ لكن عندهم من اليقين والتوكل اعظم منا، ولو تكلم يا رجل والله انك تسكت كثير من عنده علم عند كلامه، لانه كلامه يخرج من القلب الى القلب. سمعني انا احب ترى الكلام اللي انا افهمه على طول، نفس حديث الشيخ هو قصده انك لا تقصر في الصلاه، لكن قصده فيها ان الدين انه يسر مو بعسر، صحيح؟ يعني الله تراه يقبل والله تراه يرحم. بس انا عندي كلام قبل شيء، من تقول اللي قال امرتي معي في الجنه، هذا رجال كبير في السن جاي بيصلي، يوم قده بيكبر اللي وراه كلهم اصغر منه، لف عليهم قال استقيموا واعتدلوا، يوم قده بيكبرون قال اسمعوني انا ما ابغى الا قدني في الجنه واتفكر من يمني ومن يسري لان ما اعرف احد، قال ابغيكم كلكم معي في الجنه. هذا كلام اخوي علي. سلام. والتقصير في الصلاه مثل ما قلت انت، يا امور تبطل الصلاه وأوقات نصلي يغوينا إبليس ولا نخشع في الصلاة. وش الأشياء اللي تكمل الصلاة يا شيخ؟ النوافل. صحيح. الواجبات والاستغفار بعد الصلاة. الواجبات تكملها النوافل. صحيح. أنت إذا كنت على الحد هذا، حد الصلاة حد الواجبات فقط، تمشي على حد الواجبات، إذا أخطأ شيء من الواجبات طحت. صحيح. أنت لا تمشي على هذا الحد. الصحابة كانوا يمشون على النوافل، خلاص الواجبات قيمين هم على النوافل، بحيث انه النوافل ما تمت تكمل الواجبات. صحيح. انت لا تمشي على الطرف، خلاص انت ابعد من الهاويه على ما جيت بهذا المعنى. صحيح. النوافل مثل الصيام يا شيخ، الحين احنا كلنا مثلا احنا ما ندري مقصرين في صيامنا. صحيح. ما ندري، علينا ذنوب، علينا خطايا، مثل الوقف هذا يا شيخ. الصايمين ذولا اللي انت تساهم فيهم، انت هذه كلها اشياء ان شاء الله انها تكمل صيامك، بحيث اذا فيه قصور فيه نقص فيه. وكذلك الصلاه النوافل تقوم انت يا الواجبات. الله اكبر. الله يكتب اجرك ويجزاك خير، وكلام جميل ومن كل منكم ما شاء الله جميل. اعطنا المتجر يا حبيبنا علشان نختم، ختم الله لنا ولكم. كم واصل؟ 18% ما شاء الله. قبل شيء غلقنا، اغلقنا قبل شوي، والحين هذا 18% بدل بكره باذن الله سبحانه وتعالى. وباذن الله ما ياذن الفجر او قبل الفجر لو قد اغلقنا باذن الله سبحانه وتعالى. عندي بس كلام بقول. اسلم قلت لك تختم؟ اي سم. ابى اقول بيتين من العيد قرب. طيب. يقول باقي على عيد الفطر عدة ايام. وحظي معك بالذات ما هو بجيد. لا احد يسوي ذا السنه مثلها العام، صبح علي بدري علشان اعيد. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. لا فض اخوك. سأل الله أن يوفقنا وياك. ترى طلعت كذا من مود. الله يكتب أجرك يا حبيبنا، وبإذن الله أن نفرح نحن وأنتم بالعيد ونستبشر، ويجعلنا الله سبحانه وتعالى من الفائزين ومن عتقائي من النيران. قبل أن أذكر قائمة التبرعات، طبعا أنا بأذكر قائمة التبرعات وبأختم، لكن بيكون ختام حلقتنا تماما، لأنه في قائمة التبرعات وكثير منهم يقول ادعوا لي بالشفاء وادعوا لي أنا وأختي وكذا. بعد ما أخلص القائمة كلها يختم حبيبنا وشيخنا شيخ حمد بالدعاء بصوته الجميل، ثم تنتهي فقراتنا لهذا اليوم. قبل أن أنتهي من قائمة التبرعات يا أحبه، قبل أن أبدأ أنا ذكرني موقف اليوم، وهذا من المواقف الطريفة. وإحنا نصلي اليوم إمامنا صوته جميل 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 جدا، ومسجد يعني حق الحي. اي جميل جدا. المهم كان معنا واحد من الشيفان ذا اليوم جنبنا، وكان الامام
دخل جو في الصلاة وصوت وصراحة يأسر من يصلي خلفه. ما شاء الله. المهم لما جاء الإمام قال ولا الضالين، قال هو آمين آمين. دخل جواز الله أن يختم لنا ولكم بخير. طيب أيها الأحبة، بنقول قائمة تبرعات ثم أختم، ويختم شيخنا بإذن الله سبحانه وتعالى بالدعاء لكم جميعا. قائمة تبرعات لهذا اليوم: عبد الله محمد حسن العمري وعائلته، دعواتكم له 700. عهود عسيري يدعو لأمي وجدي بالشفاء العاجل 450. نورة أم مسفر 450. عبد الله القحطاني 450. ربيع العنزي تبرع من الوالدة بنيتها وبنية والديها وعيالهم 450. أم سعود دعواتكم لأمي بالشفاء ولي أنا وأختي، إن الله يرزقنا بالذرية 200. مسعدة محمد 100. فاعل خير فريق الشلبة 15. فاعل خير 15. أم فزاع تبرع باسم فزاع بالشفاء له، قل للشيخ يدعي له بالشفاء وبطولة العمر 10. يا رب عوضني خير منها في شفاء وعافية وظيفة وبيت ورزق لا يعد ولا يحصى. فاطمة الشهري 50. فاعل خير الدعاء لأمي ولأمواتنا جميعا 50. مطروخة الدواسر أتبرع بنيتي ونية شبل الدواسر وشيباني وشيبانة وعن جميع قبيلة الدواسر، وأقول بيتين تحفيز وأتمنى من الجميع يتبرع. بادروا، هي ما هي جاي مرتبة، بادروا بالخير قبل أن تغادر، واكسبوا ما هي مرتبة الأبيات عندي، الأبيات ما هي مرتبة، إذا هي مرتبة ارسلوها لي. جمع القحطاني 100. دعواتكم إن الله يرزقني من حيث لا أحتسب ومن واسع فضله، ويسخر القلب زوجي ويهدي ويحفظ لي بنتي وولدي ويرضى عنهم. نفسي أرسل مبلغ ويشهد الله رصيدي في 8 ريال. أسأل الله أن يخلف عليك، أسأل الله أن يخلف عليك وأن يعطيك. فعل خير دعواتكم لابني ووالدي بالرحمة والمغفرة، وإن الله يسر أمورنا 100. تبرع باسم أم فيصل بنية شفائها وشفاء أبنائها 400 ريال وتوفيق وصلاحهم، و50 ريال بنية تسخير زوجي تكفون. ادعوا لنا إن الله يتقبل منا ومنكم. إلى هنا يا الأحبة، ونختم بدعاء شيخنا. إلى هنا يا الأحبة نختم حلقتنا، ولكن هناك جائزة لعبد الله الفريدي، فريق إيش؟ الشلفة. وخلف فريق إيش؟ الشلفة. لفريق الشلفة اليوم بتواجدهم وبحضورهم، ومن بداية الحلقة أخوي علي جاء متأخر والإعداد يقولون ما له شيء، نمشيك ما نقدر والله. لفريق الشلفة اليوم 10,000 ريال. الله يطول عمرك. يستاهلون لحضورهم ولمشاركاتهم ولمبادراتهم. والشيخ علي الشيخ ما فيه لو شيء بسيط على حضوره؟ والله الإعداد يقولون جاء متأخر. أن قبلتوا شفاعتي أعطوه له. تقبلون شفاعة الشيخ حمد العلي؟ فريق إيش؟ البيرق. بيض الله وجهك. يشفعون لفريق البيرق. ما أعطوك أنا اللي بعطيك. ثاني الله أفداك. شوف الإعداد. ذاك الجنة مجاء الله. ثاني الله معدن راس. الله يرحم والديك. أنا أعطوني ما أعطوني أكثر وصف. الله يرحم والديك يرفع قدرك، كنت تستاهل والله. الله يهونون الشباب. طيب. أحرجتكم. طيب شفاعتك مقبولة يا شيخ. الله يبيض وجهك. فريق البيرق يستاهل. كم نعطيه؟ كم نعطيه شيخ؟ عندكم عاد لا تحرجون. 1000. لا زيدوا على 1000 شوي. 2000. زدها. أعطوه 3 يستاهل. الإعداد يقولون 1000. يستاهل؟ خلاص. ما دام الشيخ قال 3، إذا 3000. يستاهل. علي فريق البيرق. يستاهل. شكرا لكم قبلتوا شفاعتي. يستاهل والله. يستاهل والله يستاهل. أنا ما أقولها ترى الله يبيض وجهك والله أنك تستاهل. أيها الأحبة، حتى نختم بدعاء شيخنا ونختم هذه الحلقة، إلى هنا انتهت فقرتنا، إلى هنا وقفنا بمراسي مراكبنا، إلى هنا استوينا على الجود، إلى هنا في هذه الليلة نختم. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى حلقة فريدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون بإذن الله الختام، إلا أن يأتي من عند الله أمرا جديد. حياكم الله في برنامج الروشن اليوم 28، لأن بدأنا في 28 ولا 27، وفي فقرة سدرة ومع محبكم ياسر القحطاني، ويختم شيخنا الشيخ
حمد بهذا الدعاء، أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير ويجعلنا وإياكم من عتقاء من النيران، وكل من بذل وكل من صدق وكل من أفطر الصائمين، أسأل الله أن تصل دعواتهم ودعواتنا لكم إلى قلوبكم في هذه الساعة بردا وأمانا وعزا ونصرا يا رب العالمين. تفضل يا شيخ. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة صادقة يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أعط كل من أنفق في هذا المشروع المبارك خيرا مما يرجو ويتمنى. اللهم أعطهم حاجاتهم ويسر أمورهم واغفر ذنوبهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم. اللهم من كان مريضا أو عنده مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضاهم يا ذا الجلال والإكرام، اجمع لهم بين الأجر والعافية يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لموتانا وموتاهم يا ذا الجلال والإكرام، أعتقنا وإياهم من النار. اللهم اكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة بفضلك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صدقاتهم ونفقاتهم واخلف عليهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك وأنت أكرم الأكرمين، نسألك وأنت أكرم الأكرمين في هذه الليلة المباركة وقت تنزل للمطر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى من كان له حاجة يرجوها ويتمناها. اللهم أعطهم حاجاتهم وأعطهم ما يتمنون وفوق ما يتمنون يا ذا الجلال والإكرام. حقق أمنياتهم وأجب دعواتهم ويسر أمورهم واغفر ذنوبهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. الله يتقبل منا ما يولك مثل أجرا، فضل الصايم ولك مثل أجرا في الحرام، أجر كبير لكل حاج وما تمر فاض عمره. يا ديار عامرة خير للدين، يا قلوب واهب البيت زهرة، يا قلوب واهب البيت زهرة. فضل الصايم ولك
فضل يدوم.